السلام عليكم ورحمة الله. تخيل نفسك في حوار مع شخص معين، وفجأة قرر هذا الشخص أن يسيء إليك بشكل من الأشكال، سواء كانت هذه الإساءة لفظية أو حتى كانت محاولة الإساءة إليك هذه جسدية. المهم أنه حاول أن يسيء إليك، وبقيت تقلب كفيك حيرة، لماذا هذا الشخص بهذه العدائية؟ ولما هذا الشخص يتنمر بهذه الطريقة؟ كيف لبعض الناس أن يكون مؤذيا عن وعي أو بدون وعي؟ تساؤلات لربما خطرت على بال عدد منا. لماذا بعض الناس يتنمرون؟ لماذا التنمر سلوك لدى الكبار ولدى الصغار أيضا؟ لماذا التنمر سلوك حياة في بعض المجتمعات المأزومة؟ أولا، ما هو التنمر؟ التنمر هو شكل من أشكال الإيذاء أو الإساءة أو العنف، سواء كانت هذه الإساءة لفظية أو جسدية أو حتى عبر سلوك اجتماعي معين. والتنمر قد يكون من شخص أو مجموعة أشخاص، وقد يكون موجها لشخص أو مجموعة أشخاص أقل قوة من المجموعة الأولى. يهدف المتنمر إلى فرض نوع من أنواع السيطرة الذهنية أو النفسية على الضحية، وبالتالي يتلذذ ويستمتع بإيذائها. لكن الحقيقة أن مجتمعاتنا المأزومة والتي تعاني من مشاكل اجتماعية واقتصادية عديدة جدا، أصبح التنمر فيها سلوكا عاديا يمارسه الكبار قبل الصغار. ولأن التنمر يرافقنا في سن مبكرة جدا، سواء من قبل أقراننا في المدرسة أو حتى في الإعدادية والثانوية، وأحيانا من قبل مدرسينا. كم من شخص تعقد من الدراسة، كم من شخص ترك الدراسة وانحرف، كم من شخص ضاع مستقبله، كم من شخص أصبح إنسانا عالة على المجتمع بسبب مدرس حاقد أو معلم مريض نفسيا أو مدير مصاب بجنون العظمة. كم من هؤلاء الأشخاص في ظاهره هو مربي لأجيال، لكن في حقيقة الأمر هو فيروس مدمر لأجيال، دمر الكثير من الناس وتسبب في أن يصبحوا أناسا منحرفين معقدين نفسيا، لأنه حطم آمالهم أثناء الدراسة. كل منا يعرف نماذج من هذا النوع في حياته، فإن منظمة اليونسكو تقول إن ثلث أطفال العالم تعرضوا في مرحلة من حياتهم لنوع من أنواع التنمر. وهذا يقودنا للحديث عن ما هي أنواع التنمر. أنواع التنمر كثيرة جدا، لكن يمكن إجمالها أساسا في 4 أنواع. أولا، التنمر اللفظي. التنمر اللفظي هو من خلال إطلاق أسماء على أشخاص معينين، أسماء مسيئة لهؤلاء الأشخاص وتشعرهم بالضعف، لفرض نوع من السيطرة والحضور الوهمي على هؤلاء الأشخاص. التنمر اللفظي أحيانا يكون أخطر من التنمر الجسدي، لأن الكلمة قد تكون جارحة ومدمرة أكثر من ضربة. التنمر اللفظي مشكلة حقيقية جدا متجذرة في سلوكياتنا، وللأسف أحيانا تظهر على شكل مداعبة أو مزاح، في حين أن الناس تختلف. بعض الناس رقيق جدا، بعض الناس حساس جدا، بعض الناس لا يتقبل الإساءة اللفظية ولا يهضمها إطلاقا. يا ناس، الكلمة قد تكون أحيانا أكثر قوة وأكثر خطورة من رصاصة تضربك. الكلمة قد تخلف جرحا غائرا في نفسك لن يندمل أبدا، بل ويلازمك حتى عندما تكبر وتصبح أبا ومربيا لأجيال ومعيلا لأسرة. ولأن المتنمرين لا يكتفون أساسا بالتنمر اللفظي، فإن أغلبهم ينتقل إلى التنمر الجسدي، وبالذات إذا كان المتنمر والمتنمر عليه في سن صغيرة، فإنهم غالبا ما يلجؤون إلى الإيذاء الجسدي. وهذا السلوك يمارسه أساسا المتنمرون المأزومون نفسيا، الذين هم من أبناء أسر مفككة، أو يأتون من خلفيات فقيرة جدا، أو حتى أشخاص لم يتربوا بالشكل المطلوب، حتى وإن كانوا ينتمون لأسر غنية ومرتاحة ماديا. التنمر الجسدي هو عبارة عن سلوك لشخص مأزوم يحاول إيذاء الآخرين بحيث يفرغ شحنة الكراهية. والنوع الآخر من التنمر هو التنمر الاجتماعي، والتنمر الاجتماعي يكون عندما نتبنى نظرة مسبقة أو حادية من مكون اجتماعي معين بسبب عرقه أو دينه. هذا النوع من التنمر الاجتماعي خطير جدا، لأنه يهدد السلم والأمن المجتمعي في أي بلد يوجد فيه. والحقيقة أنه يخلف أيضا جروحا غائرة جدا تشبه التنمر اللفظي، وقد لا تندمل أبدا، بل قد تبقى جرحا مفتوحا. وأخيرا وليس آخرا، التنمر الإلكتروني. التنمر الإلكتروني له آثار نفسية مدمرة على الضحية، ويقدم وجبة دسمة من الغرور للمتنمر. حينما يصمت الطرف الآخر أو يتوقف عن الرد، يحس هو بالنشوة، لأنه تأكد من أنه دمر هذا الشخص. في الوقت الذي يفترض أن يكون أي نوع من أنواع الحوار عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر المواقع الإلكترونية هادفا وبناء، يهدف إلى تقريب وجهات النظر وليس تغييرها. التنمر الإلكتروني دفع أشخاصا للانتحار، التنمر الإلكتروني دفع أشخاص إلى الاكتئاب، التنمر الإلكتروني دمر أسر وخلق مشاكل نفسية وقنابل نفسية كامنة في أسرنا. التنمر الإلكتروني والذي أصبح سلوكا نمارسه بشكل يومي على مواقع مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الحالة الموريتانية على فيسبوك. توجد قصص كثيرة على الإنترنت توضح أن الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر الإلكتروني بعضهم انتحر وبعضهم اكتئب. التنمر الإلكتروني قد يكون أخطر من سابقيه. وبعد أن وضحنا أنواع التنمر، من هم الأشخاص الأكثر عرضة للتنمر؟ الحقيقة أن الأشخاص الأكثر عرضة للتنمر هم الأطفال أساسا، وبالذات في سن مبكرة في مدارسهم. ولا أفهم إطلاقا أن يوجد نظام تعليمي بدون أي نوع من الأشخاص الذين يفهمون في علم الاجتماع وفي علم السلوك لكي يراقبوا سلوك الأطفال. لا يمكن أبدا تصور نظام تعليمي لا يوجد فيه بعد نفسي إطلاقا ولا أخصائي اجتماعي في كل مدرسة. وعندما يوجد نظام كهذا تكون النتيجة نماذج مشوهة من الطلاب حتى وإن كانوا متفوقين، إلا أنهم معقدون نفسيا. قد يتساءل أحدهم ما هي أسباب التنمر؟ والحقيقة أن للتنمر عدة أسباب، لكنها في جوهرها هي أسباب مركبة وليست أسبابا مباشرة. ولأن التنمر هو أزمة مجتمع، ولأن المجتمع يتألف مني ومنك، فإن الحلول يجب أن تكون شاملة وعلى عدة مستويات. ولكي لا يكون الكلام عاما، خذ عندك النقاط التالية. أولا، التعامل الحذر مع الأطفال بما يراعي احتياجاتهم النفسية. إذا كنا فقدنا الكبار ونحن في حالة يأس من الكبار أن يتخلوا عن التنمر، هم جيل سينتهي، والأطفال هم جيل المستقبل. يجب أن يكون الاستثمار في أجيال المستقبل من خلال مراعاة احتياجاتهم النفسية، وبما يخلق لديهم شعورا بالأمان والثقة لكي يتحدثوا ويعبروا عن الأشياء التي يتعرضون لها. النقطة الثانية في سبيل إيجاد حلول لمشكلة التنمر هو تعديل المناهج الدراسية. يجب أن تكون المناهج الدراسية تحتوي على رحلات وعلى برامج تربوية معينة تعزز الثقة بالنفس. يجب أن يوجد حكم في المدارس، وليس المعلم أو الأستاذ المعقد والمريض نفسيا والذي لا يحل المشكلة إلا بالعصا وبالصوت ولا يستمع ولا يفهم مشاكل الأطفال في مدارسهم. يجب تحديث المناهج الدراسية قولا واحدا. النقطة الثالثة هو وعي مجتمعي. يجب أن تكون لوزارات الشؤون الاجتماعية في بلداننا أدوار أكبر وسياسات اجتماعية تراعي كل شيء يحدث ويقال أو يفعل في المجتمع، بما فيها السلوكيات المتنمرة. والحل الرابع الذي يقترحه بعض الخبراء الاجتماعيين هو إيجاد قوانين تحرم التنمر. وعن نفسي أشجع هذا المقترح. من المهم أن تكون هناك قوانين تحرم التنمر وتعاقب المسيء والمتنمر، وبالذات التنمر الإلكتروني لأنه هو الأكثر. من المهم جدا إيجاد قوانين رادعة وتطبيقها على المتنمرين. والنقطة الخامسة هي زراعة الوازع الديني في أبنائنا وفي أجيالنا المستقبلية. الوازع الديني عندما يوجد يكون عاملا مباشرا جدا في تحويل الإنسان إلى إنسان متزن. وأقصد بهذا هو أن لا أسيء للآخرين بحيث أكون عدوانيا، ولا أكون إسفنجة تمتص كل الإساءات التي أتلقاها من الآخرين. إلى أن نراكم في فيديو جديد. هذا كل شيء كان عندنا في الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ونشر الفيديو بين أصحابكم، وشكرا. سلام.